على بس الشاحنة تم عمل تطوير محيط شجرة مريم ازاي؟ اولا احنا بنرحب بيكم في منطقة المطرية. طبعا منطقة المطرية من اقدم احياء القاهرة، من الاحياء القديمة العتيقة. طبعا موجود في منطقة شجرة مريم، موجود في منطقة المسلة. طبعا كان في توجيه من القيادة السياسية بتطوير مسار العائلة المقدسة بشكل عام في 25 نقطة على مستوى الجمهورية. احنا عندنا هنا في المنطقة الشرقية منطقة شجرة مريم، ودي من اهم المزارات. المنطقة هنا طبعا بيغلب عليها الطابع الشعبي. كان في مشكلة هنا كبيرة جدا، مشكلة الصرف الصحي اللي كانت موجودة في المنطقة، وتم التغلب عليها بمعرفة شركة الصرف الصحي، وتكلف الصرف الصحي في منطقة المطرية حوالي 70 مليون جنيه عشان نحل مشاكل الصرف الصحي. أهمها مثلا البير اللي جوه الشجرة اللي شربت منه السيدة مريم، كان يعني كان في مشكلة شوية في المية وكانت مختلطة بالصرف وما إلى ذلك، لكن الحمد لله بعد حل مشكلة الصرف الصحي حلت المشكلة بشكل نهائي. الحاجة الثانية إنه المسار نفسه، أولا دلوقتي بقى نقطة الوصول لمنطقة شجرة مريم بقى سهل جدا، يعني ممكن تيجي من مصر الجديدة عن طريق محور العصار، ممكن تيجي من المستشار عدلي منصور، ممكن تيجي من الدائري، ممكن من الجيزة. كانت الأول عملية صعبة جدا عشان تيجي منطقة شجرة مريم. المسارات اللي اتعملت دي سهلت الحركة. إن شاء الله الفترة اللي جاية يبقى في سياحة وفي زيارات للمنطقة. احنا طبعا محافظة القاهرة وشرق القاهرة، المنطقة المحيطة بقى العقارات اللي حوالين الشجرة تم صيانتها ودهانها، لانه زي ما انتم شايفين كده ده الشكل بتاع العقارات، كانت عمارات قديمة جدا ابقينا عليها لكن طورناها. مديرية الاسكان طورت جزء، اللي يمكن الجمعية الشرعية بالمطرية طورت برضو بقى مجموعة من العقارات على نفقتها. الحاجة التانية انه المحلات اللي موجودة حاولنا ان نخليها كلها المحلات تبقى لون واحد، اليوفط الاعلانية اللي اعلى المحلات تبقى بشكل موحد. الحاجة التانية انه اللي بنحاول بقى مع المجتمع المدني اننا نوعي الناس ونحسس سكان المنطقة باهمية المكان. الموضوع ده طبعا بياخد وقت وبياخد مجهود، وفي حملات توعية مع جامعة عين شمس تمت هنا في الشجرة، وإن شاء الله مستقبلا بقى هيبقى في بعض الأنشطة الصغيرة جدا للشباب.